ازيكم يا بناتي حلوين. النهاردة هنتكلم عن كريم سبوتليس. الكريم ده من شركة ايفا. انا بصراحة ما خدتش بالي انه من شركة ايفا غير لما اشتريته. انا طبعا سمعت عنه انه كويس وكل حاجة. سعره ثواني هشوف. هو للأسف مش مكتوب عليه سعره، بس هو كان تقريبا اقل من 20 جنيه، حاجة زي كده. الكريم ده كريم مكتوب عليه ان هو باللبن الرايب وعصير الليمون. طبعا هو اكيد برضو فيه مكونات كيميائية وكده، لانه كريم في الاول وفي الاخر. الكريم ده بتاع اثار الحبوب مش الحبوب. هقول لكم تجربتي معاه وكل حاجة. الكريم ده عمل نتيجة حلوة في اثار الحبوب، الحبوب اللي هي البنية، الأثار اللي هو البني يعني، مش الحباية نفسها. يعني ده ما بتحطش على الحباية، لا ده حطيه بعد ما الحباية بكون مشيت وسابت أثر. على الحبوب ما بيعملش حاجة خالص. على البقع الداكنة مش قوي يعني. أنا جربته على مثلا أماكن في جسمي بس مش مناطق حساسة خالص، لأن أنا منصحش بيها بكريمات يعني غير لما تكون مخصصة أو دكتور قايلك عليها. لقيته ما عملش نتيجة على بصراحة على جسمي، لكن عمل نتيجة على الوش حلوة في آثار الحبوب. اوكي، في آثار الحبوب اللي عملها لي غسول بتاع كلين اند كلير ده. عمل نتيجة حلوة وادى لبشرتي شوية نضارة. فبصراحة الكريم ده حلو جدا في آثار الحبوب اللي بيبقى لونها بني وبيدي شوية مضرة كده للبشرة. طريقة استعماله ان بعد ما يكون الوش نظيف، نكون استعملنا الغسول بتاعنا وكل حاجة، نحط كمية طبعا الوش يكون ناشف، نحط كمية صغيرة على مكان الآثار بس يعني، وبعد كده بتنمي بيه. انا ما حطيتوش على وشي كله، انا حطيته عند الاماكن اللي فيها غمقان من الحبوب، ما حطيتوش على كل بشرتي. عايزه اقول لكم انه مكتوب انك ممكن تستعمليه مرتين في اليوم، بس انا بستعمل الحاجات بتاعه التفتيح بالليل فقط وما فيش نور والكلام ده كله، زي استعمال كريمات التقشير. فبصراحه ده حلو، بس لو هتجيبيه للبقع ما انصحكيش. لو هتجيبيه لاثار الحبوب هيكون حلو جدا وممتاز. فده كان الريفيو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم.